ماستر انفورميشن ديليفري بلان او خطه تسليم معلومات المشروع، ودي بتحدد احنا هنسلم المعلومات امتى او الموديل امتى. فبتحدد هنا كل النماذج وملفات الاكسل هتسلمها، ملفات الوورد، الصور، كل الحاجات ديت بتحدد تواريخ تسليمها. فانت بتكتب مثلا النموذج المعماري للانشاء الكهروميكانيكال، المعلومات عنها، وبعد كده الداتا اكسشينج 1 2 3 هتسلم بقى اكتر من مره بحيث ان ممكن تسلم بقى يحصل الابديت وحاجه زي كده. وهنا بتحدد بقى اسم الملف نفسه، بيبقى مثلا مكون من اجزاء، اول 3 حروف مثلا هيبقى ده اسم المشروع، وبعد كده اسم المالك، وبعد كده الفوليوم، وبعد كده الليفل، اللوكيشن. طبعا لو جراوند مثلا بكتب جي ار، لو بيزمنت بكتب بي 1، بحيث ان نبقى عارفين ده انهي دور بمجرد ان احنا نبص على الاسم. بعد كده اشوف ده معماري ولا انشائي ولا كهروميكانيكال. وبعد كده كلاسيفيكيشن ممكن تحطها وما تحطهاش. وبعد كده سيريال نمبر 0102 لحد ما تحط اللوحة تخلص. وبعد كده الميتا داتا، وبعد كده ريفيجن، وممكن ما تحطهمش، تمام، تبقى مكتوب في قلب اللوحة. ده مهم جدا. الوضع خطة، وضع خطة لتسليم المشروع وتسليم الملفات كلها، سواء الملفات الأصلية للموديل أو الملفات الأوتوكاد أو بي دي إف أو صور أو إكسل أو ملفات كوبي.